الاشتراك بقناتي، اضغطوا على الزر الأحمر وعلى الجرس ليصلكم الجديد والجديد من فيديوهاتنا. اضغطوا على اللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي أو شير. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا المسمن أو الرغيفات أو الفطائر بطريقة سهلة جدا. ندوز المقادير. عندنا كيلو إلا ربع ديال الفينو، عندنا كيلو ربع ديال الدقيق الأبيض، وشوية ديال الملح على حسب الذوق، والماء دافي. كنبداو العجين ديالنا. وصفة ديال المسمن كنظن كلشي كيعرف يديرها، او الرغايف مثل ما كنقولوا في الشمال، او الفطائر مثل ما كيقولوا لهم باقي الدول العربيه. اذا كنخلطوا العجين كيف ما مدفين. اللي زايد هنا بعض لي زاستوز ديال الطياب ديال الفطائر، وكيفاش تحصلوا على فطائر تكون رطبة جدا ماشي مطاطية، وطريقة باش تحصلوا على فطائر او تحصلوا على مسمن يكون رطب جدا. وكيعجبني بزاف انا هاد المسمن، هاد الطريقة هادي كنستعملها زن تريد، كيجي هائل هائل جدا. ان شاء الله دابا نعملكم شي وصفة ديال تريد. كنبقاو نجمعوا العجين، كنعرفوا خاصنا ما يجي لا قاصح لا جاري، متوسط العجين يكون ماشي قاصح بزاف، كنطلعوه موين، كنطلعوه متوسط. اذا كنبقاو بهذه الطريقه حتى كيتلم العجين ديالنا. اذا هنايا من بعد ما العجين ديالنا تجمع كنديروا له هذه الطريقه ديال الدلك، او ممكن تستعملوا اله العجين. انا استعملت هذه يدي، اللي عنده اله العجين استعملت اله العجين. المهم هاد العجين ديال المسمن كخصو الدلك مزيان، كخصو يتعجن مزيان، يعني نعطيوه واحد الوقت ديال العجن باش كل ما عجنتيه مزيان كل ما طلق راسو، كل ما عطاك مسمن الورقه ديالو كتكون يعني ملي كتجي تطلقها كتكون مسعفه معاك، يعني دغيا كتطلق معاك. اذا كنمنو هاد الطريقه ديال العجن. انا عملت العجينه بزاف لان انا كندير واحد النهار في الاسبوع كندير فيه المسمن فاش كنديرو في الكونجيلاتور. اذا غنخليو العجين ديالنا واحد ربع ساعه كي حتى كيولي بهذا الشكل هذا كيرخي راسو مزيان. كنزيدو ندلكوه شويه بهذه الطريقه هذه. اذا وكندهنوا العجين ديالنا كله بالزيت باش غادي نقومو بعمل اقراص صغيره او دوائر صغيره. كنعملوا هاد العمليه هادي حتى كنحصلوا على الكرات. كندهنوهم بالزيت. واحد النصيحة هو غطيو الكرات ديالكم، ديروا لهم الزيت وغطيوهم ببلاستيك نايلون غذائي باش ما يدير لكمش الوجه من الفوق، او كنقولوا حنايا كيتشرق العجين ديالنا، كيدير ديك الشرفون كيعمل العجينة كتولي حارشة، كتولي ماشي زوينة. اذا من الافضل نغطيو العجين ديالنا دائما ببلاستيك نايلون يكون غذائي. ممكن نعملو بهذه الطريقه، كل واحد كيف كيدير في يمد العجين. انا كنمدو بهذه الطريقه هذه، كنعلي الطرف
وكنمد العجين بيدي. انا قلت لكم بهذه الطريقه كتجيني سهله لان العجين طلق راسو مزيان. اذا انا عندي زبده مذوبه هي اللي كنورق بها، الزبده يعني نصف ديال الزبده مع شويه ديال الزيت، نص الزبده نص ديال الزيت، كندير شويه ديال السميد الرقيق اللي كنديروا به الحشا، هذاك السميده اللي كندير نعملوا بها الحشا كتصلح بزاف الحاجات، كثير التورق كيجي المسمن كيجي مرق مزيان بها. كتجي ورقه على ورقه، هذه الطريقه هذه كتجي مسمنه ماشي ملاصقه في بعضياتها، ولا كتجي ورقه مرقه مزيان، كيجي الطريقه ديال التوراق ديالو زوينه بزاف. اذا هنا غادي نوريكم كيفاش كنمدو، انا كنمدها بالمطلاق او بالرقاق. كنرش شويه الزيت في المقله ديالنا اللي غادي نديرو فيها. هنا كنعاود بيدي باش كنشوف الجهه اللي طالعه ولا الجهه، كنشوف باش يكون قد بعضياته. انا في المقله راه غير كنعوضها باش تجي مربعه. كندير شويه نقيطة ديال الزيت، وكنحاولوا اننا نقلبوها قبل ما يتحرق، يعني ما نطيبوهاش بزاف، يعني غنزلوها على المقله تاخذ شويه ديال تشد راسها فوق المقله نقلبوها. هاد الطريقه هادي كتخلي المسمنه ديالنا تنفخ وتجي مورقه مزيان. اذا غنكمل، انا عملت الكاميرا بالسريع لان عندي ما شاء الله بزاف ديال المسمن، الا بقيت معاه راه غادي يعبر لي الفيديو فيه شي تقريبا شي ساعه. يجي هائل. انا كناخذ كميه، كنعمل كميه بزاف، كنخلي واحد النهار في الاسبوع كنعمل كميه مزيانه، وكنديرها كنديرها اول حاجه في واحد الصينيه، وكنستفهم كندير ما بينتهم بلاستيك وديال الغذاء ديال الكونجيلاتور، وكنخليهم حتى كيبردوا بديك الطريقه، عاد كنجمعهم باش ما كي ملي كنجيو نجبدوهم ما كيكونوش لاصقين في بعضياتهم. طريقه زوينه كتعجبني الطريقه هذه. ونصيحه، كل ما الزبده تجمد لكم دخلوها الميكروويف ولا سخنوها. انا كنديرها غير في الميكروويف كتذوب شويه وكنبدا نديرها الخدمه، واللي بقى لي الزبده اللي كتبقى لي كنديرها فوق الرغيفات او المسمنات ملي كيكونوا فوق البوطه. اذا هنايا ملي عملتهم كيطيبوا، انا قربت لكم الكاميرا ولكن غير بيدي راه كتحرك شويه. اذا انا ما كنطيبهمش بزاف لان ملي غادي نعملهم في الكونجيلاتور نبقى نجبدهم، راه ملي غنجبدهم غنعاود لهم التسخين، يعني انهم غادي يتحمروا عاوتاني، فكنخليهم على انهم ملي غادي يتسخنوا يكملوا يزيدوا يتحمروا. هشاش هشاش كنقول لكم، انتما كتشوفوا ملي قلبتها كيفاش نيه هشيشه، وكيفاش نوا الورق ديالها يعني ماشي لاصق في بعضياته. والطريقه ديال الطويل اللي كنعمل انا راه كتجي زوينه بزاف، كنصحكم بها. وديرت لكم في المسمن ديال القمح والشعير. عندي واحد الطريقه غادي نوريها لكم، ممكن طيبوا عدد كبير ديال المسمن يعني في مقله واخا تكون صغيره. المبدا ديال التريد، يعني دابا ملي كطيب لي المسمنه كندير فوق منها وحده اخرى. انا غنوريكم الطريقه كيفاش اللي تعم الفائده. غادي ننزلها فوق المسمنه اللي طايبه شويه وغادي نقلب.
على بعد من ما طيب هذيك نقدر نعمل جوج اخرين هنايا في هذه المساحه اللي كتشوفوها خاويه. وها هو كيفاش كيجي مورق، كيجي ورقه على ورقه، كيجي مورق وكيجي ما شاء الله كيجي هشيش بزاف. اذا هذه الطريقه هي اللي كنعتمد انا لا بالنسبه للمسمن ولا بالنسبه للمسمن ولا الرغيفات الشمالي كنقول لهم الرغيفات ولا بالنسبه للفطائر. وكنعملي انا كنعتمد عليه حتى بالنسبه للتريد ديالنا كيجي زوين زوين بزاف. وبالصحه والراحه كنتمنىكم ان شاء الله تجربوا وتردوا عليا الاخبار ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله. وهذا نوزها باش ناكلها ان شاء الله.